هل كل الروبوتات اللي بنشوفها حولنا أو نسمع عنها بتعتمد على الذكاء الاصطناعي؟ شو يلي ما يصنف كذكاء اصطناعي وشو يلي هو ذكاء اصطناعي فعلا؟ خلينا نشوف. يا ويلكم جميعا. مبدئيا كلمة روبوت بنستعملها لوصف أي آلة أو جهاز بيتحرك ليؤدي وظيفة معينة وبأي مجال من المجالات. من هي الروبوتات عندنا نوعين، الأول هو روبوت تقليدي والثاني روبوت ذكي. نبلش بالروبوتات التقليدية يلي هي أجهزة فيها محركات ومستشعرات بسيطة وبتتحرك حصراً ضمن مجموعة من الإرشادات والبرمجة تبعها محدودة الهدف، وبتعتمد هي الروبوتات على تصميمات وتقنيات ميكانيكية بسيطة. يلي بميز الروبوتات التقليدية هو هي المحدودية نفسها، لأنه هي الروبوتات مصممة لتأدي مهمة معينة نعملت إلها وبس، لكن بالمقابل ما بتقدر تتعلم أو تتعامل مع الناس أو تتكيف مع البيئة إذا تغيرت. وهي الروبوتات التقليدية بتستخدم بشكل واسع بكتير من المجالات الصناعية مثل خطوط الإنتاج مثلا يلي بتتطلب عمليات ميكانيكية أساسية ومحددة. وكمثال واضح خلينا نحكي عن ذراع صناعية مجهزة بمفك لشد البراغي. هي الذراع ممكن تتبرمج لتتحرك بزاوية معينة وتوجه المفك للبرغي، وبس يصير وضع المفك مناسب بتشد البرغي لدرجة معينة، وهيك بنحصل على براغي مشدودة بنفس القوة دائما وبدون الحاجة لأي طاقة بشرية. لكن في حال تغير شكل البرغي أو لنفترض تحرك مكانه سنتي واحد، صرنا بحاجة لإعادة برمجته لترجع تأدي المهمة المطلوبة منها. بالتالي هي الذراع هي روبوت تقليدي، وأي روبوت فيه المواصفات هي اللي ذكرناها أو بيتقارن فيها فهو كمان تقليدي. بينما بالمقابل عندنا روبوتات ذكية. هي الروبوتات هي كمان روبوتات تقليدية لكن فيها إمكانية معالجة البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وممكن تتعلم وهيك بتصير تقدر تتفاعل مع البيئة المحيطة فيها وتاخذ قرارات مستقلة وذكية. وقدرة هي الروبوتات على التعلم بتخليها تتكيف مع المهام المختلفة وبتحسن تتفاعل مع البشر ومع الروبوتات الثانية، وكمان إلها قدرات تفكير استراتيجي وحل المشاكل بشكل ذكي وفعال، وبتقدر تاخذ قرارات منطقية وتتكيف مع التغيرات بالبيئة. وهيك بالعودة للذراع الصناعية نفسها، ونفترض هالمرة عنا 6 مهام: حفر مكان البرغي، تركيب برغي، قص زوائد، وضع لصاق التعليمات، إدهان القطعة، وفحص القطعة. بهي الحالة إذا بدنا نعتمد على الروبوتات التقليدية فنحن بحاجة 6 روبوتات كل واحد لمهمة، وإذا غيرنا شيء بالمنتج فنحن بحاجة نعيد برمجة الروبوت التقليدي الخاص بهي المهمة. أما الروبوت الذكي فنحن ممكن نحتاج 2 بس. كيف هيك؟ عندنا 6 مهام، روبوتين وصندوق أدوات. الروبوتات قادرة تتواصل مع بعضها وتختار المهام، وقادرة تحلل وين وإيمت كل مهمة تنعمل. أكيد ما رح نركب برغي قبل ما نحفر له مكان، ولا رح نفحص أو نحط لصاق التعليمات قبل ما ندهن. بالتالي أحد الروبوتات ممكن يأخذ تاسك الحفر وتركيب البرغي ويبحث عن المكان المناسب بالقطعة ويؤدي المهمة، بينما الروبوت الثاني عم يقص الزوائد، واللي بخلص أول بيأخذ المهمة اللي بعدها واللي بعدها، وبالنهاية واحد منهم بيفحص النتيجة وبينتهي عملهم. وحتى إذا غيرنا البيئة والمهام، مثلا ضفنا قطعتين نشغل عليهم بدل واحدة، وضفنا روبوت ثالث معهم، أو ضفنا مكانين لحفر وتركيب البراغي، رح يضلوا يشتغلوا بالكفاءة المطلوبة ويحللوا المهام وينفذوها. ونفس الروبوت ممكن يعمل كل المهام إذا الباقي صاروا بحاجة شحن مثلا. هاي الأمور ما ممكن الروبوتات التقليدية تعملها أبدا. وبالقياس على هاي القدرات ممكن نشوف أن الروبوتات الذكية أكثر فاعلية وممكن تستخدم بشكل ممتاز بمجالات كتير، من الخدمات اللوجستية للصحة للصناعة للزراعة للأمور المنزلية وحتى الترفيه أو المساعدة الشخصية مثل ما حكينا في الفيديو السابق. حضروا واذكروا لنا بالتعليقات مجالات ممكن الروبوتات تساعد فيها من حولكم، وإذا عندكم أسئلة كمان حطوها بالتعليقات، وما تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير. سلامات.